في عناوين النشرة، الحريري في بعبدة يطلب جهدا اكسترا والحكومة عادت ثلاثينية. بالنسبة للتسوية مع فخامة الرئيس، هذا موضوع ما حدا يحاول يعني يلعب فيه. الحافلات السورية أقلت 300 نازح إلى القلمون مع خيمهم. الحمد لله، الله فرج لنا، الحمد لله. في ناس غير 3000 كمان يعني حابين إنه نفتح باب تسجيل جديد حتى يسجل. محمد زهر هدف دام في مرمى البرازيل. أنا عم بحكي من حريق قلبي كمان، وهذا أبنا اللي مات. العتمة أساس العدل، وقضايا الناس على ضوء الشمعة. الموظفين عنا كلهم قاعدين بدون كهرباء، عم يستعملوا التليفون ليضول. صباح الخير. تمديد الوقت بدل الضائع للتأليف على أن تستمر الحكومة الحالية في مقاعد الاحتياط تصريفا لأعمال قد يطول أمدها، وبروح رياضية تواكب طلوع الأرواح السياسية، تحدث الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية، حيث بدا وكأنه يؤلف تشكيلة منتخب ويتطلع إلى ضربات ترجيح سياسية. فهو بين عبارة وسؤال كان يجيب بصيغة المونديال، ويبدي حماسة لنتائج الملاعب، ويراقص منتخبات السامبا السياسية، لكن نهاية اللعب صفر تأليف. وإذ أكد الحريري أن التسوية مع عون قائمة، ودعا إلى عدم اللعب على وتر هذه العلاقة والابتعاد عن الخلافات الإعلامية، أعلن أن الأمور تحتاج إلى عمل على نار هادئة، ونحن قريبون من الحل. وتفاؤل الحريري عكسته مصادر رئيس الحكومة بتأكيدها إيجابية اللقاء مع عون، وبأن الحريري سوف يتابع مساعيه من أجل تذليل العقبات وتأليف الحكومة في أسرع ما يمكن. لكن هذا التفاؤل لا يتطابق وقراءة واقعية لمصادر مشرفة على التأليف رأت أن رئيس الحكومة لم يتأهل بعد لمرحلة نصف النهائي، وهو يركل الطابة الحكومية إلى غير ملعب. وفي معلومات الجديد، فإن الحريري يستعد لإجازة خاصة جديدة ستبعده عن ملاعب التأليف أياما عدة، وكأن لا استحقاق في البلد ولا أزمات اقتصادية ضاغطة يعترف بها المسؤولون أنفسهم. وتؤكد المعلومات أن اجتماع بعبدة بين عون والحريري لم يتقدم في التأليف خطوة واحدة، وأبقى العقد على حالها، سواء في مطالب القوات أو الاشتراكي أو في عقدة نائب الرئيس والتمثيل السني المعارض. وفي لقاء بعبدة علم أيضا أن رئيس الحكومة طلب العلاقة المباشرة مع رئيس الجمهورية من دون وسطاء. وأكدت المصادر المطلعة على اللقاء أن حكومة 24 وزيرا سقطت بالضربة القاضية بعدما رفضها صانعو فكرتها، وانضم لاحقا إلى حزب الله إلى جبهة الرفض بإعلان كتلته النيابية أن حكومة تضمن أوسع مشاركة للقوى التي أفرزتها. وكشفت أحجامها نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، هي الحكومة الأقدر على التصدي لاستحقاقات المرحلة الراهنة. إذن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يبعث الروح في التسوية الرئاسية، ويؤكد من بعبدة تفاؤله في تجاوز عقد التأليف. من أجل وضع حد لحرب البيانات والمنابر عن صلاحيات الرئاستين الأولى والثالثة، توجه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية واستكمال مشاورات التأليف وتأكيد التزام الدستور واستمرارية التسوية الرئاسية. الدستور واضح جدا فيما يخص تشكيل الحكومة، دور الرئيس، دوري أنا، وأول حامل للدستور هو فخامة الرئيس، وصلاحية رئيس الوزارة معروفة يعني بهذا الموضوع، وبتمنى أنه يعني ما يصير في لغط ولعب بهذا الموضوع، لأنه رئيس جمهورية
وأنا دائما متفاهمين على كل كبيرة وصغيرة بكل هالشؤون. نحن وفخامة الرئيس عملنا تسوية، وهذه التسوية قائمة. كان في مرحلة بالحكومة السابقة فيها طلعات وفيها نزلات، ولكن هذه التسوية وهذا التوافق بين كل الأفرقاء اللبنانيين على الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلد هو اللي أسس لمرحلة الاستقرار اللي نحن موجودين فيه اليوم. فمن هالمنطلق بالنسبة للتسوية مع فخامة الرئيس، هذا موضوع ما حدا يحاول يعني يلعب فيه. اللي بده يلعب فيه بكون عم يواجه رئيس جمهورية ورئيس حكومة، فهذا موضوع محسوم. أعيد البحث في الحكومة الثلاثينية بعد سقوط اقتراح حكومة 24 وزيرا في أقل من 24 ساعة لاعتراض قوى أساسية عليه، وعلمت الجديد أن الرئيس عون أبلغ الوزير ملحم رياشي رفضه الحكومة المصغرة وتمسكه بحكومة موسعة لضمان تمثيل أشمل للكتل. ووفق أساطب عبدة، لقاء عون الحريري لم يكن إيجابيا، والتمس تباطؤ الرئيس المكلف في عملية التأليف بداعي السفر المتكرر، وعليه عادت العقد إلى ما كانت عليه، وأبرزها تمثيل القوات والمقاعد الدرزية وتمثيل المعارضة السنية. ما فيك أن تعتبره بلال عبد الله من المعارضة السنية. تاني شيء، ما فيكم تعتبره أنه فؤاد المخزومي من المعارضة السنية. ما فيكم تعتبروا انه الرئيس مئاتي من المعارضه السنيه. ما فيكم تعتبروا انه اسامه سعد اللي ما حضر الاجتماعات تبعيه المعارضه السنيه من المعارضه السنيه. يعني خلينا نكون دقيقين بهذا الموضوع. هذا في نقاش عليه عم يجري، وهذا نقاش بيوصل لمكان. بس لما نشكل الحكومه كلنا يعني بنشوف ساعتها شو بدي اخذ قرار. بالجو الهادي مثلا القوات اللبنانيه اخذ قرار انه ما يحكوا وما يعني اي شيء اعلامي، وعم يلتزموا بهذا الشيء. وانا برايي هذا الالتزام مع التزامات اخرى من الباقيين انه نهدي الاجواء بنوصل للحل. ما زال في بعض يعني بعض الامور اللي يعني ما عم نقدر نحلها، ولكن أنا برأيي أنه صرنا قراب للحلحلة، وصرنا قراب لأنه كل فريق ياخد حصته. أنا ما بحب أحكي بالأحجام، لأنه أنا برأيي أنه بس لما الواحد يحكي بالأحجام عم يحط لنفسه مكان ما يقدر يطلع منه. يستمر الحريري في تفاؤله، ويؤكد أن عملية التأليف تطبخ على نار هادئة، دافعا باتجاه المحافظة على التفاهمات والتسويات، ولا سيما اتفاق معراب لما يعكس من إيجابية على مصلحة البلاد واستقراره. رواند أبو خزام، قناة الجديد. أسر سورية تسلك طريق العودة نحو فليطة والقلمون، وأبناء القصير يطالبون بطي الصفحة. في خطوة طال انتظارها، عاد نحو 300 نازح سوري من بلدة عرسال إلى قراهم في القلمون وفليطة. فككوا خيامهم وجمعوا أمتعتهم، قادوا سياراتهم وآلياتهم، منتقلين من مخيمات احتضنتهم 7 سنين في عرسال إلى أراضيهم السورية. وشكرا لحسن ضيافتكم وكرمكم. شكرا شكرا. الحمد لله، الله فرج لنا الحمد لله. بعثر على الارض بره بنحاول نعمره ونظبطه وبنقعد فيه. العمليه جرت بمواكبه امنيه من الجيش اللبناني والامن العام، الذي دقق في ورود اسماء المغادرين، ولم يغب الصليب الاحمر اللبناني عن المشهد. نحن عاملين نقاط ثابته هون بمنطقه وادي حميد بعرسال، هي ثابته فرق كبير لفرق الاسعاف والطوارئ بالصليب الاحمر، ومعنا عياده نقاله فيها طاقم طبي كثير كبير مع حكيم، اكيد للحالات الصحيه اللي بتصير والحالات الطارئه اللي بتصير. بتعرفي هلا شاوب وضربات شمس واسهال اي حالات طارئه من لحظه الصباح لهلا؟ اكيد صرنا عاملين نحن بحدود 37 حاله بالعياده النقاله، بس ما طارئين كثير، يعني رجعوا غادروا على سياراتهم. وفي حال في شيء طارئ اكيد راح يتم النقل بواسطة امبولانسات السليب الاحمر على المستوصفات داخل عرسال. بالمئات انتظر النازحون من ساعات الصباح الاولى في وادي حميد خوض طريق العوده، الا ان بعضهم خاب امله لعدم ورود اسمه على القوائم المطبوعه. المشكله انه عم يقولوا تاخرت الاسماء، ونحن فكينا خيمنا وغراضنا وحملناها بالسيارات، وبعد هلا مش باجت الاسماء تبعنا. شو حتعمل هلا؟ هلا بدنا نشوف سياده العقيد بلكي بمشينا. وليش ما اجوا اسماءكم؟ ما بعرف التاخير من هون من تحت، والله ما بعرف من التاخير. فيما اكد رئيس بلديه عرسال باسل الحجيري ان العوده ستكون على مراحل. هي العوده تدريجيه،
هلا بيرجع بيجي 500 وبعدهم بيجي بعدهم 500 وفي ناس غير 3000 في ناس غير 3000 كمان يعني حابين انه نفتح باب تسجيل جديد حتى يسجلوا. في حين عاد جزء من اهالي القلمون وفليطه يطالب اهالي القصير بحق العوده الامنه والتسويه. الموضوع ايضا بحاجه حقيقه الى جلسه كما حدث في لبنان مؤتمر الطائف، نريد طائف ايضا جديد لتكون بيروت هي الحاضنه ل من المملكه العربيه السعوديه انه تجمعكم. نقبل ببيروت. القوافل سلكت طريقها نحو سوريا الى معبر الزمراني عن طريق الجرد. بعد موافقة سورية على أسماء العائدين. الدفعة الأولى من النازحين إلى عرسال غادرت الأراضي اللبنانية في خطوة ستفتح باب العودة، كل ذلك وسط مطالبة من جهة أخرى بالعفو عما مضى. من نقطة العودة في عرسال، جوال حجموسة، قناة الجديد. لجنة التنسيق والمتابعة عن أهالي القصير تطالب بالعودة إلى سوريا على خطى نازحي القلمون بضمانات دولية. والسفير علي عبد الكريم علي يؤكد للجديد أن الدولة السورية هي الضمانة. خلال زيارة الوزير جبران باسيل الأخيرة إلى عرسال، سلمت لجنة المتابعة والتنسيق عن أهالي مدينة القصير وريفها رسالة تطلب فيها العودة إلى سوريا شرط الحصول على ضمانات دولية وبإشراف الأمم المتحدة. من الطبيعي أن نطالب بالضمانات وأيضا وجود الأمم قبل أن نعود إلى مدينة القصير، وذلك لكي يعني نؤمن على أنفسنا، نؤمن على حياتنا، نؤمن على طريقة معيشتنا عندما نعود إلى مدينة القصير، لتنسق الأمم مع الدولة السورية ومع روسيا ومع أمريكا. لتنسق تستطيع، كما أن الأمم موجودة في لبنان، لماذا لا تتواجد في سوريا على الأقل تتابع شأن وحياة السوريين العائدين. الدولة السورية التي سيطرت على مدينة القصير وريفها عام 2013 كيف تنظر إلى مطالب من هذا النوع؟ السوريون لا يحتاجون إلى ضمانات، وأنا أحيلكم إلى الانتخابات التي استقبلتها السفارة السورية في 2014. السوريون الذين جاءوا إلى هذه السفارة كان فوق طاقة السفارة على الاستيعاب وبمئات الألوف، بمعنى السوريون يعرفون أن الأمان في بلدهم والكرامة في بلدهم أكبر من كل الضمانات التي يحاول الآخرون العبث فيها والمتاجرة فيها. الذين يرفعون هذا الطلب هم يعني يستجيبون لضغوط تأتيهم من جهات كثيرة، أما السوري الحقيقي المواطن بكل اتجاهاته يدرك بأن الدولة السورية حريصة على عودة كل أبنائها. طبعا من لديه مشكلات يجب أن تحل، هذا أمر آخر، إنما يعني الذين حملوا السلاح المصالحات أعفت عنهم وعادوا إلى بنية الدولة. يشار إلى أن ما يقارب 40,000 من أهالي مدينة القصير وريفها المحاذية للحدود السورية ينزحون إلى لبنان ويتركزون في بلدة عرسال، وبين انتظار الضمانات الدولية واعتبار السلطات السورية أنها الضامن الأول والأخير لعودة النازحين، ملف ينتظر حلا شاملا يبدو أنه لم يبصر النور بعد. ناصر بلوط، قناة الجديد. بين قصر العدل في بعبدة والدولة علاقة غير عادلة. من خلف شبابيك قصر العدل في بعبدة تخدعك مروحة دائرة وضوء أبيض يكسر في مخيلاتك ظلاما، قيل إنه يخيم على القصر ليس من امبارح العصر فحسب، بل منذ 4 أيام. الجديد تدخل حرم العدلية وتدريجيا الرؤية تصبح شبه منعدمة، خصوصا أن النوافذ قليلة. أيام والموظفون يؤدون ما أمكن من واجباتهم من دون الحصول على حقهم في أبسط البديهيات، يعملون في ضوء الشمعة وضوء هواتفهم، ما يعرقل عملهم ومن ثم يعرقل المواطنين. لا تفاجأوا، ما زلنا في داخل القصر، إلا أن مكتب النائب العام الاستئنافي يستمد إنارته من محافظة جبل لبنان. صار في عنا مشكل كبير بالكهرباء، فصلت كليا. نحن هلأ عم نحكيك من مكان مكتب النائب العام اللي هو لازم يكون واجهة بعبدة، اضطرينا أنه نمد شريط من خارج بعبدة بس لنضوي ويكون وضعنا على القليلة نقدر نسير أمور الناس. شفت وضع الموظفين عنا كلهم قاعدين بدون كهرباء، عم يستعملوا التليفون ليضووا، في ناس ولعت شمع،
يعني اليوم في ناس ولعت شمع للضوء ووضعنا مثل ما شفتوا. هنا مصدر الحريق، تسرب للمياه المختلطة بالمجارير إلى غرفة الكهرباء أدى إلى احتكاك كهربائي، فظهر دخان وتعطل المحول الأساسي، وكأن الزمن توقف في هذا المكان، وتحديدا قبل 7 سنوات في تقرير عرضته الجديد. تردى كتير الوضع، هلأ وضعنا مزري، يعني هناك مي على الدبو، هناك مي آثنة، نتأسف نقول بأثر عدل بعبدة في مي آثنة على الدبو اللي فيه ملفات وفي شكاوى ناس وفي حقوق ناس تحت بالدبو. المستور كشف، ولكن الدولة لم تبذل أي محاولة لتستر إهمالها، فالوضع لا يزال على حاله ويزداد تفاقما. الصيانة الدورية غائبة والحالات تتكرر، ومن آخر الحوادث حريق قبل شهر تقريبا في مكتب أحد القضاة، وفي الانتخابات النيابية في أثناء الفرز شب حريق آخر في سقف أحد غرف لجان الفرز. في ناس شافت أنه في خطر حقيقي على اللي بده ينزل على الديبو، يعني في موظفين هلأ عم تنزل ومعرضة حياتها للخطر. حاولنا التواصل مع وزير العدل سليم جريساطي ولكن من دون جدوى، وبحسب بعض المصادر في حال لم يحل الوضع قبل الاثنين الموظفون سيتوقفون عن العمل. الإهمال يبقى واضحا كعين الشمس، والإنارة تبقى غائبة كعين الدولة، دولة لم ترى كل هذه المعاناة في الضوء، فكيف ستراها في العتمة؟ غدي بموسى، قناة الجديد. وفي اتصال مع الجديد رد وزير العدل سليم جريساطي على ما ورد في التقرير، فقال أن معالجة الوضع في قصر عدل بعبدة ستكون الاثنين. تواصل معي المراسل، يمكن تواصل مع مكتبي بكرة بتأكد، أو تواصل مع مرافقيني لأن كنت في اجتماعات مغلقة وحساسة. وقصر عدل بعبدة يعني قصر عدل أكبر محافظة في لبنان. بدرت فورا الاتصال برئيس الحكومة، طبعا ايضا بوزاره الاشغال العامه معالي الوزير فنيان ثم المدير العام بالوكاله للوزاره، وتم تامين فريق بالغد، فريق يعني بدي يسميه انقاذ تقني بالغد للتصليحات الاساسيه لا سيما الكهرباء، النش، التسرب المياه وما شابه. بدي اعرف انه تمديداتي عمرها فوق 50 سنة، ولكن الاهم أنا اللي كنت عم حضره لقصر عدل بعبدة هو حل نهائي جذري بالاتفاق مع اتحاد بلديات المتن الجنوبي والمتن الشمالي وكسروان وجبال، يعني البلديات محافظة جبل لبنان، وهذا الحل أصبح على قاب قوسين من التحقق. قصر عدل بعبدة صار في انتكاسة عمره 72 ساعة، والمعالجة الاثنين بكرة في كشف، الاثنين في معالجة بفرق بسميناها فرق إنقاذ تقني لتتوجه فورا من المديرية العامة للطرق، وإن شاء الله خير في 24 أو 48 ساعة بيتم إعادة التيار الكهربائي بدون خطر احتكاك، هذا أهم نقطة، ومن ثم معالجة النش والتسرب. بطعنة سكين قضى محمد زهر على يد ابن 18، وذلك أثر إشكال في المريجة على خلفية الاحتفال بمباراة في المونديال. في هذا المقهى الصغير في حي الجامعة بالمريجة تحولت فرحة المونديال ليلة الأربعاء إلى مأساة راح ضحيتها ابن 25 عاما محمد زهر، الذي قضى على يد حسين برايطع البالغ من العمر 18 عاما بطعنة سكين في الصدر إثر إشكال على خلفية إطلاق مفرقعات احتفاء بفوز منتخب البرازيل. الإشكال بدأ بتلاسن فإطلاق نار بالهواء فتضارب بالأيدي. جماعة قاعدين بهاي القهوة هون، هاي المفتوحة هلا، أوكي، قاعدين فيها عم يحضروا المونديال. الزلمة ابن برايت عمرته مولد جديد، أخذوا جول البرازيل، فرقعوا الجماعة هون، فصار معها حالي بنته، فانزعج كتير من الموضوع، يعني طلع خيو معصب لبرا سبسب شوي وقال لهم إذا بتريدوا هون ما بحدا يفرح رسكي. هلا ثابت يعني بلحظات رجعوا اخذوا الهدف الثاني البرازيل، رجعوا فرقوا هون ناس ثانيين، يعني صارت القصه مثل ما عارفين انه في تنبيه، يعني كمان رجعوا صارت القصه فوق، فضربهم بكريستان من فوق هذا برايطيع وبمنقى الفحم، رجع نزل لتحت معصب، صاروا انه ما بعرف شو بتنزل ما بتنزل، زلمه نزل ما نزل ما بعرف شو، المهم انه نزل لتحت الزلمه وبايده سكينه يعني.
صار الاشكال يا اخي وضربوا للزلمه، الزلمه مع انه هداك ما خصه لو فرقع والزلمه فوت الاطفال لجوا ليحميهم بس طلع طلقتين من فوق على البرندة يعني. لم تمر 24 ساعة على وقوع الجريمة حتى أعلنت قيادة الجيش توقيف الجاني، إلا أن آل برايتع أعلنوا أنهم هم من سلموا حسين، معربين في بيان عن استنكارهم لما أقدم عليه ابنهم وتقدموا من أهل الضحية بالتعازي. أنا مع القضاء ومع الدولة ومع كل شيء، وأنا برجع بعزي أهل المرحوم السيد، يعني اللي صار صار يعني. يعني أنا عم بحكي من حريق قلبي كمان، وهذا ابننا اللي مات وابني كمان هلا بالحبس، شو بده يصير؟ نحن مع الدولة مش ضد الدولة. والده للصبي سلموا اليوم لمخابرات الجيش تسليم اليد لوقت الفتنة ولمنع الدماء تتفاقم، ونحن بنمد ايد الصلح لقائد الفقيد محمد زهر الله يرحمه. نحن شو بتوجب علينا حاضرين لحتى ننهي هذا الموضوع. الله يرحم ترابه يا رب، نحن اخوات. من الضاحية الجنوبية إلى بلدة حاريصة الجنوبية انتقل أهالي الفقيد وأصدقائه حيث شيع إلى مثواه الأخير. واحد الله يا عباد الله. بعد الإعلان قصة تدهور الكرة البرتقالية. أهلا بكم من جديد. في عرسال توفي الرقيب أول غزوان الحجيري وزوجته سارة عدنان الحجيري وأصيبت ابنتهما حليمة البالغة 3 سنوات بجروح خطيرة نتيجة انقلاب سيارتهم في وادي عين الشعب على طريق عام عرسال اللبوي، وقد قام الصليب الأحمر اللبناني بنقلهم إلى مستشفى الرحمة في عرسال. قوى الأمن توقف 3 شبان لحيازتهم سيجارة حشيش، فيما مصير الكبار سمحتك سمحتك. سجلت القوى الأمنية اللبنانية إنجازا أمنيا لافتا تمثل في القبض على 3 شبان بجرم تعاطي المخدرات، وضبطت بحوزتهم أداة الجريمة، سيجارة حشيش ودفتر لف. شيء كتير قوي بالحقيقة يعني، بس كل الناس كانت عم تسأل وين الإداحة، انه ببلد هالقد فلتان هالقد الناس اللي المشاهير بيفلتوا من اي عقاب من اي محاسبه من اي شيء، شويه وليدات مسكين عم يدوفوا سيجاره حشيشه، شوي غريب. لا، تلقت القوى الامنيه التهاني من المواطنين بانجازها الذي وجد فيه المعلقون ماده للتندر والسخريه، خصوصا ان دعم القوى الامنيه تغيب عن حقول الحشيش منذ سنوات، وحينما قبض على الفنانة أصالة نصري وفي حوزتها كوكايين غنت لها القوى الأمنية سمحتك سمحتك بقلبي الكبير. فأين قلب القوى الأمنية الكبير تجاه شبان في مقتبل العمر قد يضيع مستقبلهم بعد زجهم في سجون الحشيش، والتي تختلف كثيرا عن سجون الكبتاغون وأمرائها، يدخلونها بتهمة التعاطي ويخرجون منها تجارا. هلا للاستخدام الطبي اكيد هذا شيء ممتاز كثير، لانه في كثير بلدان هلا اني عم تستخدمها، في بلدان كثير شرعتها، لانه اصلا عم يكتشفوا الناس انه في نوع من الشيطنه للحشيشه، انه قرطه حشيشين او هذا شفته محشش الى اخره. اول شغله انه بالحكي اللي قالوه قوى الامن بالدفاع عن حالهم انه هن ضد الادمان، الحشيش ما بيعمل ادمان وهذا باثباتات علميه، وبالتالي تشريعها بيخلي نوع من الرقابه اكثر. المفكره القانونيه قدمت مرافعه النموذج نموذجية يمكن أن يستند إليها المحامون في تطبيق مبدأ العلاج على المتهمين بتعاطي المخدرات بدلا من توقيفهم. بتنص على أنه الشخص في حال تلاحق على أساس تعاطي المخدرات بحق له أنه يطلب الخضوع للعلاج، وفور ما يطلب خضوع للعلاج القاضي المشرف على الملف ملزم أنه يوقف الملاحقة ويحيل هذا الشخص للجنة أنشأ القانون اسمها لجنة مكافحة الإدمان، وهذا الحق متوفر من الثانية اللي بيتوقف فيها الشخص بالمخفر. الدعم مؤخرا من تعميم صدر عن النيابة العامة التمييزية عن القاضي سمير حمود أصر فيه على قضاة أنواع النيابة العامة أنه يوقفوا ملاحقة أي شخص بيطلب العلاج ويحيلوه إلى لجنة مكافحة الإدمان. أنت متصور مثلا منطقة البقاع إذا كانت تشرع زراعة الحشيشة
شو قديش بدها يعني قديش بده يجي علي قديش بدها تتطور قديش الناس بدها ترتاح قديش انه مش عم تعمل شيء خارج القانون. هذا نوع من نفط رابع للبلد. يعني في بلاد الألف نكبة ونكبة يوميا عجز رادار القوى الأمنية عن رؤية كومة قش الكبائر فيما يتحول ضبط إبرة بل قل سيجارة في كومة حشيش إلى إنجاز وطني. أهكذا يكون التعاطي بملف المخدرات؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد. في يوم مكافحة المخدرات رئاسة الجمهورية تعلنها حربا وطنية شاملة وتشدد على محاسبة كل من يثبت تورطه. بعنوان ما بتساعد بتدمر، فتحت أبواب القصر الجمهوري أمام نشاط إرشادي يحذر من آفة المخدرات، شارك فيه شباب وطلاب إضافة إلى مؤسسات وجمعيات ورسميين. الاحتفال الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون واللبنانية الأولى نادية عون لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات تخللته شهادات لبعض متعاطي هذه المواد. بلشت بمادة اسمها الإيروين، تعرفت على شباب عندي بالمنطقة، صرت أعطيهم معاشي وأسرق زيادة كرمال أقدر طلع زيادة. لو وصلت لمحل لقيت أنه أنا ماني قادر سيطر عليها. الرئيس عون ركز في كلمته على أهمية الوقاية المسبقة حماية لمجتمعنا ولأولادنا، مشددا على محاسبة المجرمين والمتورطين. أن المخدرات ما بتساعد بتدمر، نعم بتدمر، فليس في تلك السموم أي حل لمشكلة. أن المدمن ليس مجرما بل ضحية، ويحتاج من مجتمعه وعائلته ومحيطه كل الدعم الممكن والمساعدة. لا حصانة لأحد، أقولها وأكررها، لا حصانة ولا حماية ولا غطاء لأحد، وكل من يثبت تورطه في المخدرات سيحاسب. إن الحرب ضد المخدرات يجب أن تكون حربا عالمية، أما في لبنان فنسعى لتكون المعركة ضد المخدرات حربا وطنية شاملة. ودعا رئيس الجمهورية إلى سحب موضوع المخدرات من التراشق السياسي وإلى عدم استغلاله في المعارك السياسية. كتلة الوفاء للمقاومة تحذر من تردي الوضع الاقتصادي وتنبه من تبعات خطيرة ما لم تتدخل الدولة. دقت كتلة الوفاء للمقاومة ناقوس الخطر من باب الاقتصاد المتردي، منتقدة الفساد والهدر والانحدار المتفشي، ورأت في اجتماعها الأسبوعي أن معيار نجاح الحكومة الجديدة هو في التصدي لهذه القضايا. إن الوضع الراهن ينذر بتداعيات خطيرة ما لم تتحرك الدولة بمؤسساتها كافة لتضع حدا لوقف التدهور وفق خطة شاملة واقعية ومدروسة. إن تفاقم الدين العام وقلة الإنتاجية في القطاعات المختلفة وتفشي الفساد ومواصلة الهدر في الإنفاق واعتماد الاستنسابية في تطبيق القوانين والقصور في عمل أجهزة الرقابة وملاحقة المشاكل دون معالجة الأسباب هي كلها مؤشرات خطيرة لا يجوز التغافل عنها. الكتلة توقفت عند أهمية مراعاة الشراكة الوطنية في تأليف الحكومة وتطرقت إلى الخطة الأمنية في بعلبك الهرمل. ترى الكتلة أن الحكومة التي تضمن أوسع مشاركة للقوى التي أفرزتها وكشفت أحجامها نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة هي الحكومة الأقدر على التصدي لاستحقاقات المرحلة الراهنة. وإذ تشد الكتلة على أيدي ضباط وجنود الجيش اللبناني للنجاح في إنجاز مهمتهم، تؤكد على وجوب حماية المواطنين والتدخل السريع لمعالجة أي حادث يتهدد أمنهم والتركيز على ملاحقة الجنات ورموزهم المعروفة وسوقهم إلى القضاء المختص. وإلى جانب المقاربة الأمنية، دعت الكتلة إلى اعتماد مقاربة إنمائية واجتماعية متكاملة لمحافظة بعلبك الهرمل. هولندا بطلة كأس العالم غير المتوجة لعقود طويلة خارج المنافسة حتى، قصة تدهور الكرة الهولندية في تقرير للزميل جاد غصن.
ما في دولة تضررت من العولمة التجارية لكرة القدم أكثر من هولندا، اللي بعد أكثر من 4 عقود من الجلوس إلى جانب أكبر المنتخبات بالعالم عجزت عن التأهل لكأس العالم بروسيا بعد بسنتين فشلها من التأهل إلى كأس أوروبا أيضا. على أكثر من 25 سنة وقبل فتح الاتحاد الأوروبي حدود الدول الأوروبية على بعض البعض، كانت النوادي الهولندية من أبرز حاصدي الألقاب أوروبيا. لذلك المنتخب الهولندي من أبرز المنافسين عالميا ومتوج كبطل أوروبا عام 1988 مع لاعبين مثل ماركو فان باستن، فرانك رايكارد، ورود جولت وغيرهم. ولكن الأهم من هالألقاب كلها أنه على إيد شخصين، المدرب التاريخي لأجاكس وبرشلونة والمنتخب الهولندي رينوس ميكلز مع اللاعب الظاهرة ثم المدرب يوهان كرويف، تمكنت هولندا من إطلاق ثورة طورت كرة القدم مع مفهوم التوتال فوتبول الهجومي والمعتمد على الاستحواذ العالي للكرة. I was the one who was totally in the way of thinking of Michaels at that time. The discipline within the tactics, the discipline within the controlling the whole thing. أسلوب فريد بقيت ارتداداته لليوم خصوصا ببرشلونة وعن تلميذ كرويف تحديدا المدرب الإسباني بيب غوارديولا. Het meeste trots ben je eigenlijk op als je ziet hoeveel spelers bij mij gespeeld hebben die nu trainer zijn en wat voor voetbal ze spelen. Het is altijd als het grootste voordeel is natuurlijk Guardiola. Ha sido la persona más importante de mi vida. A nivel profesional, podemos entender que el Barcelona jugara como juega ahora sin Cruyff. لنفهم أكثر شو صار بالفوتبول ببلد تطور هاللعبة، لازم نتطلع بالأرقام المالية للكرة الهولندية مع تحول اللعبة لبيج بزنس عالمياً. بموسم 2016-2017 كانت مجموع مداخيل الدوريات الأوروبية كلها 25.5 مليار يورو، حصة أندية الدوري الإنجليزي منها 5.3 مليار يورو، أندية الدوري الإسباني 2.9 مليار، الدوري الألماني 2.8 مليار، أما الدوري الإيطالي 2 مليار والدوري الفرنسي 1.6 مليار يورو. بالمقارنة مع هالأرقام الهائلة، الدوري الهولندي مش بس خلف هالدوريات الخمسة الكبار، ولكن أيضا خلف الدوري التركي اللي سجل مداخيل بقيمة 734 مليون يورو والدوري الروسي ب 700 مليون يورو، بينما مداخيل كل أندية الدوري الهولندي مجتمعة سجلت 451 مليون يورو بس، أي أقل من مداخيل نادي واحد من ناديي مدينة مانشستر الإنجليزية. هالوقع المادي إلى جانب سوء الإدارة والرؤية بالاتحاد الهولندي أدى إلى الجمود اللي عم تشهده الكرة الهولندية بقدرتها على تطوير منشآتها وأكاديمياتها بالمقارنة مع الدوريات الأخرى، كما على تطوير أسلوب اللعب اللي وضع أساساته من أكثر من 40 سنة المدرب ميكلز نفسه. We have to find ways to cope with the effects of the game evolution. ولكن الإشكال ما توقف عن تخطي المنتخب الهولندي لوصية ميكلز نفسه، بل وصل إلى عدم تمكن الأندية الهولندية من تطوير المواهب الشابة بنفس الوتيرة اللي كانت تخرجهم فيها بالسنوات السابقة، والسبب بيرجع أيضا للأرقام اللي شفناها قبل اللي أدت أنه يكون معدل المعاش السنوي للاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 ملايين و200 ألف دولار أمريكي، وحتى بإيطاليا المتعثرة ماديا معدل المعاش السنوي 1.5 مليون دولار، بينما معدل معاش اللاعب بهولندا 310 ألف دولار سنويا. وفيكم بس تتخيلوا مفعول هيك فروقات بالأرقام على الهجرة الجماعية من هولندا، خصوصا بعدما أصبح انتقال اللاعبين للعب بالدوريات الأجنبية غير محدد بحد أقصى. 18 or 19 some players has to be already ready, you know, for the first team, and because when they are 23 and it's already, you know, old in our terms, they can be already sold. كل عوامل فاقمت المشكل خصوصا بفترة انتقالية عم يمرق فيها المنتخب مع تقدم نجومه الأساسيين بالسن مثل أريان روبن وروبن فان بيرسي وويسلي سنايدر، بوقت بقية الأسامي ما راكمت الخبرة اللازمة لتحمل منتخب بتاريخ هولندا على المستوى العالمي، ولكن مع مراكمة الخبرة لمنتخب شاب المستقبل أكيد أفضل للمنتخب البرتغالي. جاد غصن، قناة الجديد. تعليقا على التقرير الذي بثته محطة الجديد عن كسارة يملكها محمد الشماع في بلدة مراح لحباس قضاء جزين، رد مكتب النائب السابق أمل أبو زيد على ورود اسمه في التقرير.
أوضح النائب السابق أمل أبو زيد أنه وبعيد انتخابه نائبا في أيار عام 2016 عقد اجتماع في بلدية لبعة بدعوة من رئيسها فادي رومانوس، حضره السيد محمد الشماع وبعض رؤساء البلديات المجاورة ومختاروها. نوقش فيه موضوع الكسارة، وانقسمت المواقف حول الكسارة بين رافض لبقائها وقابل بها لقاء مطالب وافق عليها الشماع. ولأن الشماع لم يكن على سابق معرفة برئيس اتحاد بلديات قضاء جزين خليل حرفوش الذي لم يحضر اجتماع لبعة، فقد تمنى على أبو زيد تأمين لقاء بينهما لمناقشة الموضوع. وفي اللقاء طلب أبو زيد إلى حرفوش إقفال الكسارة لأن رخصة مجبل الباطون التي يتذرع بها لا تعطيه الحق في إنشائها، وهذه الواقعة تنفي كليا ما قيل ويقال عن وساطة أجراها بين الشماع وحرفوش. أما لقاء وزير البيئة طارق الخطيب فقد كان في سياق العمل لإقفال الكسارة، وقد أبلغ الوزير الخطيب الشماع أنه لا يمكنه متابعة تشغيل الكسارة لأنها غير مرخصة قانونا وفقا للأصول. هنا انتهت علاقة أبو زيد بموضوع الكسارة وتطوراتها خلافا لكل المزاعم والافتراءات. وختم النائب السابق بيانه بأنه إذا كان لابد من مساءلة أو محاسبة فيجب التوجه أولا إلى الجهات والإدارات الرسمية التي منحت التراخيص قبل رمي الاتهامات من دون التأكد من صحتها. وردا على رد النائب السابق أمل أبو زيد، فإن رئيس اتحاد بلديات جزين هو من قال إن أبو زيد أحضر الشماع إلى مكتبه على غفلة ومن دون موعد مسبق لمحاولة التوسط في موضوع الكسارة لا لإقفالها. كما أن معد التقرير الزميل هادي الأمين تواصل مع جميع المعنيين في الملف وحاول الاتصال بالنائب السابق أمل أبو زيد لإعطائه حق الرد، لكن الأخير لم يرد على هاتفه. اتحاد المصارف العربية يمنح الشقيقين عدنان وعادل القصار وسام الاتحاد الذهبي للإنجاز. كرم اتحاد المصارف العربية الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة فرنسا بانك عدنان القصار وشقيقه نائب رئيس المجموعة عادل القصار، ومنحهما جائزة وسام الاتحاد الذهبي للإنجاز تقديرا لمسيرتهما المصرفية والتجارية والاقتصادية الطويلة التي تربو على 6 عقود. التكريم جاء في خلال افتتاح أعمال القمة المصرفية العربية الدولية التي ينظمها الاتحاد يومي 28 و29 من حزيران الحالي في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. القصار شكر في كلمته لاتحاد المصارف تكريمه هو وشقيقه، وقال: نعتبر الجائزة التي ننالها من كل الأصدقاء في هذا المؤتمر تقديرا لالتزامنا الثابت بالتضامن العائلي الذي يجمعنا، الذي ساهم عبر السنوات الماضية في تحويل مجموعة فرنسا بانك إلى ما أصبحت عليه في تاريخنا الحاضر، مجموعة مصرفية لها مكانتها ودورها القوي لبنانيا وعربيا وعالميا. افتتاح معرض بروجكت لبنان للاستثمار في قطاع البناء برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. احتفلت الشركة الدولية للمعارض بافتتاح معرض بروجكت لبنان في دورته 23 برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مركز سيسايد إرينا للمعارض واجهة بيروت البحرية. بعد كلمة لسفيري إيطاليا وإسبانيا اللذين أكدا أهمية بيروت للشركات الدولية كمدخل إلى أسواق المنطقة، رأى رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارض ألبرت عون أن دعم الحكومة المستمر لمعرض بروجكت لبنان للإضاءة على فرص الاستثمار في قطاع البناء شهادة على مكانة المعرض الثابتة محليا وخارجيا، وأشاد بالاهتمام الدولي المتزايد الذي يشهده عاما بعد آخر بهدف الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الناشئة في المنطقة، وأمل عون أن يسهم المعرض في خلق شراكات وصفقات جديدة تسهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني وتنميته. يستمر معرض بروجكت لبنان حتى 29 من الشهر الحالي، ويستضيف مؤتمرين متخصصين بالتقنيات البيئية والاستدامة والطاقة النظيفة والنسخة الرابعة من المنتدى السوري للأعمال. بعد الإعلان إطلاق نار وقتلى وجرحى داخل صحيفة في أنابوليس الأمريكية. الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف درعا، والغرب يطالب بوقف هذا التقدم.
وصلت القوات السورية غاراتها الجوية على معاقل المعارضة المسلحة في ريفي درع الشرقي والغربي جنوبي البلاد، وينفذ الجيش السوري منذ نحو 10 أيام عملية عسكرية واسعة في محافظة درع انضمت إليها روسيا والحلفاء قبل أيام، وتمكنوا من السيطرة على عدد من القرى والبلدات. وخض الجيش السوري اشتباكات قرب قاعدة عسكرية في جنوب غربي مدينة درع من شأن السيطرة عليها أن تسمح للنظام بفصل مناطق نفوذ الفصائل المسلحة في ريف درع الغربي عن تلك الكائنة في ريفها الشرقي. وأجبرت العملية عشرات الألوف على الفرار من بلداتهم وقراهم خصوصا في الريف الشرقي، وتوجه معظمهم إلى المنطقة الحدودية مع الأردن الذي أكد أنه سيبقي حدودهم مغلقة. وإزاء القلق الإسرائيلي من التطورات الميدانية والأحباط من تراجع المعارضة، نددت دول غربية عدة داعمة للمعارضة بالهجوم مطالبة موسكو بوقف قصفها المنطقة التي ترعى فيها اتفاقا لخفض التصعيد منذ عام. وقال مساعد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين إن العمليات العسكرية الأحادية لنظام الأسد وروسيا في جنوب غربي سوريا تشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي دعمه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين. ودعا السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر كل الأطراف بدءا بروسيا إلى التزام التعهدات التي قطعت لكي يتوقف هذا الهجوم من دون تأخير. وحذرت سفيرة بريطانيا وسفيرة هولندا والسويد من تكرار ما جرى في حلب والغوطة الشرقية قرب دمشق الذي تمثل في قصف دموي مكثف قبل استعادة السيطرة على المنطقة مع احتمال التوصل إلى اتفاقيات إجلاء مع فصائل المعارضة. في الولايات المتحدة الأمريكية أطلق مسلح النار داخل مقر صحيفة في مدينة أنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وأكد مسؤول في الشرطة المحلية اعتقال المشتبه فيه من دون تحديد هويته، ولم يعلن عن دوافع الحادث أو حصيلة ضحاياه. وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت أنها تتعامل مع إطلاق النار في صحيفة The Capital Gazette في أنابوليس، وقد تضاربت الأنباء بشأن الموقع المحدد للهجوم. ذكرت وسائل إعلام أن الحادث وقع داخل قاعة التحرير في الصحيفة، فيما قال قائد الشرطة رون باتمان إن الحادث وقع خارج المقر. شكوى قطر ضد الإمارات في لاهاي استكملت بالاستماع إلى الجانب الإماراتي. نفت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية اتهامات الدوحة بانتهاك حقوق الشعب القطري، وقد رد ممثلو أبوظبي بأن بلادهم قطعت علاقاتها بقطر بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون جيرانها وبثها خطاب كراهية. وقال سعيد نويس سفير الإمارات لدى هولندا أمام محكمة العدل الدولية: طلبت حكومتنا إلى قطر مرارا أن تتوقف عن هذا السلوك، وأضاف مع أن قطر تعهدت مرات عدة بذلك إلا أنها لم تفي بالتزاماتها. وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد بدأت أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات تتهمها فيها بالتمييز ضد مواطنيها. وأكد مسؤولون قطريون أن تلك الانتهاكات ترتقي إلى جريمة عدوان وتمييز عنصري. وأشارت الدعوة القطرية إلى طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها وإغلاق مجاليها الجوي والبحري أمام قطر وشعبها. وسيستمع قضاة المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تتخذ من لاهاي مقرا لها إلى أطراف القضية على مدى 3 أيام. ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 65 التي كانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، وقطر والإمارات من الدول الموقعة عليها. ومن الأخبار السياسية إلى فن الخبر مع دارين شاهين. مرحبا. سينما تك مشروع جديد تطلقه سينما متروبوليس يعيد إلى الذاكرة أفلام سينمائية قديمة، كما يساعد على أبراز المواهب الجديدة والأفلام الجديدة. نتابع سويا هذا الريبورت. أطلقت جمعية متروبوليس مشروع جديد وهو سينما تيك بيروت.
سينيماتيك بيروت هي منصة إلكترونية بتجمع الأفلام اللبنانية، وهدفها أرشفة الأفلام اللبنانية لتصير عنوان لمكتبة وطنية للسينما. رافق هالانطلاقة استعادة للمخرج اللبناني الراحلة رندا الشهال، حيث تعرض كل أفلامها حتى يوم الأحد. رندا الشهال يلي مر على رحيلها 10 سنوات، رجع الجمهور اللبناني اكتشف أفلامها بشغف من جديد، ويذكر أنه آخر أعمالها فيلم طيارة من ورق حاز على جوائز بمهرجانات عدة، منها مهرجان البندقية. سينيماتيك دو بيروت حبينا من خلالها نقدر نجمع كل المعلومات عن الأفلام اللبنانية الموجودة. يمكن اليوم في فوق 2000 فيلم لبناني، من بين أفلام روائية طويلة، أفلام غير روائية، أفلام قصيرة، أفلام وثائقية. فإنه كل هالأفلام تنوجد بداتابيس، حيث كل الباحثين أو يلي بيشتغلوا بالسينما أو الطلاب حابين يتعرفوا، أو المبرمجين خارج لبنان حابين يتعرفوا على السينما اللبنانية ويكون عندهم معلومات عنها، ممكن يفوتوا على هالداتابيس يلي هي متحركة. يعني بتفوتي على فيلم بتشوفي اسم مثل، بتعرفي برجين في الممثلة وين مثلت بغير فيلم. وهيك هيدا بالأول أول خطوة إنه نقدر نجمع كل المعلومات عن هدي الأفلام. السؤال كان يطرح إنه كيف كنا نعمل سينما بهذيك الأيام؟ لأن اليوم الحكي عن السينما صار سهل كتير، يعني من ناحية الإمكانيات التقنية، صالات العرض اللي موجودة، المهرجانات اللي موجودة بالعالم. على أيامنا ما كان في كل هيدا، مشان هيك اليوم اللي بقوله بالنسبة للسينماتيك، اللي بيفوت على السينماتيك وهو يمكن بيقدر يطلع على المعاناة اللي عانيناها ببدايات السينما. بحب أقول إذا أنت مخرج أو منتج وفيلمك مش على لائحة منصة سينماتيك بيروت، فيك ابتداء من شهر أيلول تفوت وتسجل فيلمك أونلاين. هيدا كان كل شيء. وإلى ترندز مع نور صومة. مرحبا. خسارة الفريق الألماني ضد كوريا بالمونديال أثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا عالميا، وخاصة اللبنانيين يلي بيدافعوا عن هالفريقين وكأنهم معنيين فيهم شخصيا، وتركبت آلاف الفيديوز والصور الساخرة خاصة على فكرة 7-1 يلي كانوا مشجعي الفريق الألماني استعملوها كتير ضد مشجعي الفريق البرازيلي. نشرت صفحة شانل 13 على فيسبوك فيديو رداً على مشجعي الفريقين البرازيلي والألماني اللبنانيين بكأس العالم. مثل ما شفنا سابقاً على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمسوا مشجعي هالفريقين وأطلقوا حملات ضد بعضهم تحت هاشتاجز مثل مش قارينكن واشحنوا الكاس على الريو. لذلك برم مراسل بين الألمان والبرازيليين وسألهم عن المشجعين يلي أطلقوا هالحملة الألمانية، رياض قبيسي، علي حيدر، زياد عيتاني، والبرازيلية سألهم إذا بيعرفوا زياد صحاب وأليكس شحيمة يلي عم بيدافعوا عن البرازيل من لبنان، كما أنه سألهم إذا بدهم يشحنوا الكاس على الريو. وهيدا كانت ردة فعلهم. رحلة البحث عن علي حيدر، زياد عيتاني، ورياض قبيسي. Do you know علي كوزو؟ وصفته. علي كوزو، علي حيدر. He's German fan, Lebanese German fan. Do you know زياد عيتاني؟ He's Lebanese German fan, huge German fan. His girlfriend named Colette. Susie. Yes. So do you know Riyad Kubaisi? He's a huge German Lebanese fan. Oh, and he's not treating anybody like, they are so narcissist and they don't care. No idea. No idea. Sorry. I'm sorry. Good luck. Have you ever heard of Lebanon? No. Okay. Have you ever heard of Ziad Sahab or Alex Shahimi? No, never heard about that. Like Alex Shahimi and Ziad Sahab were saying that you had already won the World Cup. I didn't have that thing, man. ننتقل لفيسبوك يلي رح يسمح لمستخدمي قريبا يسيطروا على النيوز فيد، يعني يخفوا أخبار الأكس أو أخبار المسلسل المفضل عندهم يلي بعد ما خلصوه، أو الأخبار يلي ما بتهمهم بشكل عام. وهالشي رح يصير عبر زر السنوز يلي بلش يبين عن عدد من المستخدمين حاليا. هالميزة بتعطي أوبشن التأجيل لفترة معينة من الوقت بحسب ما بيختار المستخدم. لهون منكن وصلنا لنهاية ترندز يلي فيكن تتابعون على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا.
وإلى جولة على عناوين الصحف الصادرة اليوم، نبدأها من صحيفة النهار. وفي المانشات: عون والحرير والتسوية ثالثهما لتدليل عقبات التأليف. يوم دام في درعا والمعارضة تستنكر سقوط واشنطن. قمة بوتين ترامب في 16 تموز وعلى جدول أعمالها الأمن القومي. في صحيفة الأخبار: عون يتكفل بجعجع والحرير بجملط. الجميلة وغبش. وفي صحيفة الأنوار: الحرير يعد بحكومة من 30 وزيرا إذا ساد الهدوء وتوقف التشنج. 294 نازحا سوريا مع أطفالهم يغادرون لبنان. السلطة الفلسطينية ترد على تهديد أمريكا بوقف المساعدات. المرصد السوري: 150 غارة على منطقة درعا. في صحيفة الديار: زمن القمع والديكتاتورية واستعمال القانون للإرهاب. في صحيفة المستقبل: مصادر بعبدة للمستقبل، لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف جيد جدا ولا أحد يخلف بينهما. الحرير يبدد التكهنات، الحلحلة قريبة. غارات دموية على درعا والمعارضة تستهجن الموقف الأمريكي. في البناء: هدنة ل 12 ساعة في درعا وسط انشقاقات في الجماعات المسلحة حول قبول شروط الجيش. تهدئة رئاسية والحرير يتراجع عن 24 لصالح 30 مجددا وأسبوع للتشاور. من البناء إلى صحيفة اللواء: فض اشتباك بين بعبدة والسراي والتأليف في إجازة. حلحلة عقدة القوات تمهد لتحديد الأحجام و294 نازحا عادوا إلى قرى القلمون. مجازر للنظام في درعا تستهدف الأطفال في الملاجئ. هايلي إيران كوريا شمالية جديدة. في صحيفة الجمهورية: من حرب الصلاحيات إلى تعويم التسوية. والصورة الأساسية في الصفحة الأولى هي عودة خجولة ثانية. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، وفيها اليوم: دول أوروبية قلقة من تفاهمات سورية بين ترامب وبوتين. أمريكا تصعد ضغوطها على صادرات النفط الإيرانية. الحوثيون يخطفون موظفين أمميين في الحديدة. والإمارات ترد أمام لاهاي على اتهامات التمييز القطرية. إذن هذه كانت جولتنا على الصحف، والآن تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. الحريري في بعبدة يطلب جهدا أكسترا، والحكومة عادت ثلاثينية. بالنسبة للتسوية مع فخامة الرئيس، هذا موضوع ما حدا يحاول يعني يلعب فيه. الحافلات السورية أقلت 300 نازح إلى القلمون مع خيامهم. الحمد لله، الله فرج لنا الحمد لله. في ناس غير 3000 كمان يعني حابين إنه نفتح باب تسجيل جديد حتى يسجل. محمد زهر هدف دام في مرمى البرازيل. أنا عم بحكي من حريق قلبي كمان، وهذا أبنا اللي مات. العتمة أساس العدل، وقضايا الناس على ضوء الشمعة. الموظفين عنا كلهم قاعدين بدون كهرباء، عم يستعملوا التليفون ليضووا. نشرتنا انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء.